ما بوشي بس كانوا ارض ديار صغيره والقوض جوا صغار شوي، يعني بده حوصه وشويه شغل. شو حوصه وشوي شغل اوساط هو؟ عدم المؤاخذه، انت عايش وحدك، يعني ما عندك حرمه توزع لك راشات وتيجي تقول لك هي ما عجبتني وهي القوضه صغيره وهي ما عاد لحمها. ابو شاطور البيت لقطة الله وكيله وقال لا بتقول كان هو. لك وليش هيك نازعين عدسه ارض الديار؟ حدا بيحفر بنص ارض الديار هيك؟ هو؟ اتذكرت يا ابو شاطور، يا ابو شاطور هذا بزمانه كانوا زارعين شجره هون بارض الديار. شو شجره؟ امسي الشجره كبرت يا ابو شاطور وعبت كل ارض الديار. ابو شو عملوا؟ قلعوا الشجره من شرسها. سيدي وقديش طالب فيها صاحب البيت؟ حسب وش من اولها ولا بالاخره؟ من اولها هي 400 ورقه، من اخرها 300. اوف 300 ورقه؟ ايش جاي اشتري قصر يلدي؟ يا ابو شاطور يا حبيبي انت صار لك غايب على الحاره سنتين ثلاثه وما عاد في شيء مثل اول، كله غلي لك كان يا ابو شاطور. اسمع اخي رح اقول لك من الاخير، 250 ورقه وعلي ما علي ما بدفع فوق النقله وحده. 250 ورقه ابو شاطور. اخي مبروك عنك، علي الحلال ما بضيع فيك يا ابو شاطور. امشي خلينا نشوف صاحب البيت ونكتب حجه البيع عند الكاتب بالعدل. ليش وينه صاحب البيت؟ صاحب البيت عند صاير بكفر شوشه، انت مصاريك جاهزه. جاهزه لك مو جاهزه ما قلت لي. مين صاحب البيت وليش دارك البيت وقاعد بكفر شوشه؟ يا سيدي هذا البيت لواحد اسمه ابو درام. ابو درام؟ والله اسمه مارق عليه. لك ايه ليكون هذا اللي كان بزماناته شغيل عند ابو النار. يا عيني عليك هذا هو بساته. اخي استبينا استبينا اخي ليش لا؟ لكن يلا خلينا نقرا الفاتحه. بسم الله. نقرا الفاتحه مع الزلمه؟ انت شو دخلك تضرب بنيعك؟ اي والله صحيح انا شو دخلني؟ كعيني على حكياتك يا ابو شاطور. شو زراف وحلوين؟ وينك يا زلمه من زمان؟ وينك يا فلي؟ امشي يا ابو شاطور امشي يا زلمه.